إذا فضل الشيخ معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، معنا أم أيمن هكذا. أي شيء عايشك خويا. إيه الحمد لله. واش هالشقاك ولا بس؟ الحمد لله، مرحبا. الحمد لله. الأخ حبيت نسأل الشيخ إذا كان ممكن. تفضلي. نعم. عندي أخ متزوج وعايش في الغربة، ويجي خطرة في الستة أشهر، والزوجة تاعو ماشي عايشة معنا في البيت، يعني كيجي هاي هو يجيبها تقعد معنا، كيروح تروح للبيت تاعهم. المهم جاهد الخطرة باش يعيد هنا معنا، وخلق لنا مشكل بدون ما كاين مشاكل، يعني احنا ما كاش كاين غير الأم تاعنا في البيت، ما كان حتى واحد معاها. يعني دار لنا مشكل بدون مشكل، على جال حط البورطابل باش يسبيوني الهضره اللي نهضروها في البيت. انا حبيت نعرف هذا الاسبيوناج هذايا، الا كان يعني يجوز هذا، خاطرش خلق لنا مشكل هذا الاسبيوناج بالبورطابل. يحط يشعل البورطابل يخليه باش يسمع الهضره اللي لا كاش ما منش عارف كاين هضره ولا ما كاش ولا. والمهم خلقنا مشكل، وصارت يعني بعد العيد صرا دوات، وصرا يعني مشاكل، حتى خسر يعني خسر العلاقه بيننا وبين. مفهم سؤال. فهمتني؟ مفهم سؤال. حتى امي يعني الام ديالي يعني غضبت بزاف من هذه الحاله، يعني ما حبتش، ما عجبهاش الحال، يعني حبينا نعرفوا اسكو راه عنده الحق باش يدير لنا ليسبيوناج في الدار ولا لا. راح يجاوبك ان شاء الله. الله يسترك، يعطيك الصحه خويا، يعطي عونكم ان شاء الله. يا معنا اظن. اذا نبدا بام ايمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأخ اللي راه متزوج ويعيش في الغربة، وزوجته عندما يحضر تحضر، وعندما يذهب تذهب إلى أهلها. طبعا في المدرة الأخيرة فيه سلوك شوية غير مقبول، يعني غير معقول، وهو وضع آلة الهاتف تسجل ما يتكلم به أهل البيت تجسسا عليهم. هذه مخالفة شرعية، أهل البيت لا يجوز أن نتجسس عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عفوا الله تعالى، نهانا عن التجسس عموما إطلاقا، إلا ما تعلق بقضية أمن الدولة، لأن الدولة وجودها وكيانها والحفاظ على وحدة ترابها ووحدة شعبها تقتضي أن تتجسس إذا كان فيه نوع من الخيانات أو نوع من كذا، من أجل القضاء عليها في مهدها قبل أن تحدث خللا في جسم الأمة. نعم. أما دون ذلك فلا يجوز التجسس، لأن ربي قال ولا تجسسوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم إلى آخره. فإذا التجسس حرام ولا يجوز. وفي حديث صريح رواه يعني مسلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني نهي هكذا، لا تفعلوا، لا هذه لا ذات النفي، لا عفوا النهي، تنهى عن فعل الشيء. قال ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وإلى آخره، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. فإذا من الأمور التي نهى عنها وهي ستة في الحديث التجسس. لماذا؟ قال إياكم والظن، هذا الحديث هكذا يبدأ، يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا التجسس منهي عنه ثابت بالنص قطعي الدلالة في القرآن وفي السنة. فهذا الذي يتجسس على أهل البيت هذا مما يفسد العلاقات، مما يفسد العلاقات. من جاء هذا التجسس؟ من أين جاء؟ جاء من أيضا فعل منهي آخر، وهو سوء الظن بأخيك، سوء الظن بأهل بيت. لأن ما الذي دفع هذا الأخ أن يتجسس بأهل بيته؟ لأنه أساء الظن بهم. وربي قال إياكم، عفوا، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن. نعم، عدة مخالفات. من حق المسلم على المسلم حسن الظن به، هذا من حقوق المسلم على المسلم،
فما بالك إذا كان هذا المسلم قريبا؟ فإذا لا يجوز سوء الظن، أحسن الظن أحسن، لأن حسن الظن بأهل البيت يخليك تحبهم، يخليك تتعاطف معهم، يخليك تتعاون معهم، يخليك ترتاح معهم، يخليك تطمئن إليهم، يخليك تشعر بالسعادة وأنت في وسطهم. نعم، هذا هو حسن الظن، هذه ثمرات حسن الظن. لكن سوء الظن يخليك تعيش في قلق، في شك، في خوف، في اضطراب، يعني ما تعرفش الاستقرار خلاص. ومن أجل الوصول إلى هذا سوء الظن حقيقة أم شك أم كذب، يلا تستعمل أدوات منهي عنها أيضا، وهي التجسس. فلذلك هذا التجسس محرم دينيا من وحتى ممنوع قانونا. حتى في الكاميرات هذه اللي يعملوها، الكاميرات هذه نعملها عندما نكون متخوفين من اللاأمن. نعم، اللاأمن، نعم، عندما يكون اللاأمن موجود، سراء، سرقات، اعتداءات وما إلى ذلك، فالأجهزة مكلفة بحماية الممتلكات وحماية المواطنين، من حقها أن تضع آلات من أجل تسهيل الوصول إلى القبض على المشاغب اللص الذي يحدث مشاكل في المجتمع، الذي يعمل على أن يفسد المجتمع في استقراره وفي طمأنينته. أما في غير ذلك لا يجوز. إذن هنا نقول هذا الأخ هذا راه مرتكب مخالفة، ونقول للأهل البيت سامحوه، واختراخ راكي تعملوا الكهاتف هذا إذا شعرتوا ما كان تعو تعرفوا ما كان تعو روح طفئوه، أنت تتهنوا أطفئوه ترتاحوا فعلا. هذا مكان من غير ما تتجسوا أنتم عليه، لأن بعض الزوجات لا سمحهن الله وش تعمل لما تشك في زوجها، تقول وقيل زوجي راه يحدث حلقات، راه يفعل كذا، راه يفعل كذا، ماذا تفعل؟ تشوف كيفاش يغفل وتروح للهاتف نتاعو وتبقى تخربش، وتتعرف من يعني تطلع من خلال هذا العمل على في الهاتف على امور لا تعجبها بل تغضبها، ويلا تقيم الدنيا ولا تقعدها على زوجها، وكل ذلك بفعل التجسس. الإنسان إحنا عندنا واحد المثل عامي دارجي يقول شوية غفلة وشوية سترة، يعني رملة. معنى ذلك الإنسان أحيانا يغض بصره، يغلق عينيه ما شافش، يسد أذنيه ما سمعش، وساعات يدير سيطار هكذا ما كان ما يبان والو. هاي روح هكذا باش يعيش في الهنا. والحكمة أيضا ثلثها تغافل وثلثها غفلة. بارك الله فيك. نعم، هذا هو التغافل أحسن. نعم فضيلة الشيخ.